طيب هو النظام في مصر هو ضد عمل المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان. قعدت طول عمري حلم في بلدي الستات ما تضربش، الستات ما تتختنش، الستات ما حدش يتحرش بيها في الشغل. أنا بدافع عن حقوق النساء ضد العنف الأسري والإضطهاد والتمييز. دي عزة سليمان اللي بتعمل فتنة، دي اسمها أم جهل. لو فاكر في الشارع نديك على دماغك نفوقك. في الإعلام بيتم وضع صوري لتخويفي ودعوة الناس لمهاجمتي في الأماكن العامة. أنا تحت تهديد وبيتم ملاحقتي من الأمن. إحنا مش ندمانين عليك، أنا مش ندمانة، أنا مبسوطة، ولو رجع بيا الزمن هعمل اللي أنا عملته، بل بالعكس ممكن كنت أعمل أكتر.